يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إذا التقى المسلمين فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: القاتل علمنا، فما بال المقتول؟ قال: لو استطاع لقتل أخيه. أيها الإخوة، أيها الناس، أيها الأعزاء، نحن في زمن عصيب وفي زمن رهيب. إننا من هنا نناشد أنفسنا وناشد الآخرين: يجب علينا الحفاظ على حياة الآخرين، فكل منا يسعى لتربية أبنائه وعشيرته وإخوانه في حياة آمنة. فالذي يحصل في أيامنا هذا نفذه، وإنه ينفذ كل صبر. فلغة التفاهم وسبل التفاهم بين الناس أصبحت هي لغة السلاح ولغة الأمور الغير مشروعة. هذا أمر غير منطقي وغير ديني وغير اجتماعي. فأنا أتوجه إلى جميع الإخوة: نظف بيتك من السلاح.